بأن يكون محامياً للدفاع عن حقوق الإنسان، فأصبح حارساً أميناً على التاريخ المصري القديم وواحداً من أشهر علماء الأثار في العالم. لعب دوراً مهماً في استعادة أثار مصر المنهوبة في الخارج. إنه حارس أثار مصر الدكتور زاهي حواس. حمل على عاتقه مهمة تكذيب عشرات النظريات التي حاولت نسب الحضارة المصرية إلى أي شيء بخلاف المصريين، كما نجح في نفي وجود سجلات قارة أتلانس أسفل أبو الهول. توصل إلى عشرات الاكتشافات المهمة بما في ذلك مقابر بناة الأهرام في الجيزة ووادي المومياوات الذهبية والمدينة المفقودة وغيرها، وقام بتأليف العديد من الكتب التي ترجمت إلى العديد من اللغات، ومنها أبو سمبل معابد الشمس المشرقة وسيدة العالم القديم وأيضا معجزة الهرم الأكبر والحارس. اختارته مجلة تايم الأمريكية ضمن قائمة أهم 100 شخصية في العالم، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، وكان من بينها جائزة إيمي عن مشاركته في فيلم توت عنخ آمون ووادي الملوك الذي أنتجته قناة سي بي اس عام 2005. وبين الحماية والعلم الغزير يظل زاهي حواس رمزا وقامة مصرية كبيرة. طبعا زي ما شفتوا في التقرير احنا معانا عالم من العلماء الكبار في مش بس مصر ولا في الوطن العربي، في العالم كله، بيتمتع بكاريزما غير طبيعية. يعني انا لو اتقال لي هتعملي حوار كل يوم مع هذا الشخص، اعتقد ان احنا كل يوم هنطلع بقصص ومواضيع جديدة ومختلفة تهم المشاهد وتقعدوا تتفرجوا عليه. لانه باختصار ربنا لما بيدي موهبة الكاريزما والعلم والثقة في النفس لحد، بيبقى صعب جدا ان ما يخليش ناس كتير تحب ان هي تسمعه وتتعلم من خبراته. بيسعدنا النهارده يكون معانا الدكتور العظيم دكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الاثار الاسبق كمان. اهلا وسهلا بحضرتك، منورتنا وشرفتنا. شكرا، ربنا يخليك. وبنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين وضيفنا الكريم اللي هو فعلا بيتمتع بفكره كتير جدا علماء، لكن ربنا ما بيديلهمش موهبه الكاريزما والحكي والشغف والحضور الآسر، فهو اجتمعت فيه كل هذه الصفات. ومن فترة لفت انتباهنا خبر الإعلان عن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ولفت انتباهنا أكتر الأهداف اللي حضرتك بتشتغل عليها في المؤسسة. تحكي لنا أكتر. هو شوف، العالم كله بيتقدم مش بالعمل الحكومي بس، بيتقدم بالتبرع والتطوع. يعني أي واحد عنده إمكانيات مادية بيتبرع للعمل الثقافي، والمفروض بقى في الدول الأجنبية بيشيلوا المبلغ ده من الضرائب. فبالتالي في أمريكا بشوف التبرعات بيبقى ضخمة جدا في مجال الثقافة والفن. الحاجة التانية بقى اللي هو التطوع. فأنا هذه المؤسسة هي عبارة عن مؤسسة بتتطوع لمساعدة وزارة السياحة والآثار ومساعدة الدولة في تثقيف المصريين، أطفال وشباب وكل الأعمار. ليه؟ إحنا على فكرة بينقصنا كمصريين إن إحنا نفخر بحضارتنا. صح. الغالبية ما عندوش فكرة عن الفترة الفرعونية دي إطلاقا غير كلام الفراعنة. لكن ان انت تعرفي مثلا الحاجات الجميله اللي الفراعنه عملوها من الانبهار العلمي في الفن والمعمار، شوفي هرم خوف والتحنيط، الحاجات بقى اللي موجوده بالقيم والمبادئ اللي موجوده عندهم، والزراعه والمبادئ كل وعلم الانسان والانثروبولوجي. احنا دورنا بقى ان احنا نعمل مدارس نعلم فيها الاطفال الهيروغليفي، نعمل مدارس، وهناخد بقى احد المنازل الاسلاميه من وزاره السياحه والاثار، هنعمل معاهم تعاقد عشان احنا هيكون لنا دور
التثقيف ده هيخلي اي واحد مصري بيزور الهرم مش هيكتب اسمه بقى للذكرى الخالده ومش عارف ايه مع القلب بتاع مع حب كلام بقى اللي تشوفي جوه الهرم خوف وتلاقي كتابات لا تتصوريها. اي واحد بيدخل مع واحده الهرم يعمل قلب وجواها بقى مش عارف سونيا ومحمد حاجه زي كده. فلو كلنا عرفنا قيمه هذه الحضاره مش هنعمل الحاجات دي. فبالتالي دورنا في المؤسسه ان احنا بنجيب اثريين من مجلس اعلى الاثار اساتذه من كليه الاثار والكليات التانيه وهنبدا نديم هنبدا بالقاهره وبعد كده هنتطور لكل المكان. الحاجه التانيه ان احنا هندافع عن الاثار. يعني انا يمكن كان دوري لوحدي ان انا ما بشوف اي حاجه ضد الاثار. يعني مثلا لما عملوا فيلم كليوباترا لسه هنيجي نتكلم في النقطه دي وقفنا ضد الموضوع ده لما عملوا لما قال لك السود دول اصل المصريين حصل فيه دفاع. فاذا دور المؤسسه رسمي بقى ان احنا بندافع عن الاثار من خلال المؤسسه. نمره الثلاثه الاثار المسترده. احنا بنقول كمان ان الدوله صعب دلوقتي ان هي تبعت جوابات للدول المختلفه عشان ترجع اثرنا، لكن احنا بنقوم بدور شعبي. بمعنى ان احنا عندنا بنقول في ثلاث قطع اثريه مهمه جدا مكانهم الطبيعي مصر. انا ما بقولش رجعوا كل الاثار اللي عندكم يا ناس، انا بقول بس ثلاث قطع. حجر رشيد، القبه السماويه في حجر رشيد في البحر البريطاني، القبه السماويه في اللوفر، نفرتيتي ونفرتيتي في برلين. طبعا المتاحف قبل كده عملوا معانا مشاكل كتير جدا، لكن انا بتمنى ان احنا اولا هذا الموضوع على فكره السيد الرئيس مهتم بيه جدا وبيبعت دايما خطابات لوزاره السياحه والاثار يسال عما تم في هذا الموضوع. لان احنا انا نفسي قناه من قنوات الدوله تتبنى هذا الموضوع. احنا لحد النهارده رغم الدعايه الضخمه بعد الوثيقه اللي عملناها الاخرانيه يوم 7 سبتمبر بتاعت عوده نفرتيتي الدنيا اتقلبت. ما فيش تلفزيون ولا قناه ولا صحافه ما اتكلمتش عن هذا الموضوع. طب احنا مين اللي وقع دلوقتي؟ ال 10,000 اللي وقعوا حتى الان اعتقد من حوالي 10 ايام اغلبهم اجانب، تخيلي؟ يعني معنى كده افهم من حضرتك ان احنا عشان نرجع التلات اشياء دول اللي هم بتوعنا اصلا حضرتك محتاج دعم شعبي وامضاء من الشعب المصري. انا بالشعب انا بقول اجانب، انا بقول انا عايز اما يبقى فيه جواب يتبعت مننا كمصريين ومن الشعب بنقول ان فيه مليون مصري وقعوا عشان يرجعوا راس نفرتيتي يا مرحب برلين، اعتقد ان هيبقى فيه استجابه. الاجراءات دي نروح المؤسسه تتهيئ اونلاين؟ بس لا ده معروفه احنا اعلنا، بتروحي اونلاين على زي حواس دوت كوم وتلاقي هتمضي امضى فقط. طب ما ده حاجه مهمه جدا ان احنا نقولها للناس، لازم ياريت. لازم ياريت. كنوع من التوعيه ان احنا من حقنا ان احنا نستفيد الثلاث حاجات دول من يعني هو موقع ولا سوشيال ميديا؟ موقع. انا بقول زي موقع زي حواس بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي بس اي حد هيجيبه يعني. هل هيديك ده قوه؟ طبعا ان انا يبقى في عندي سبورت شعبي. ما تعرفيش ان الإرادة الشعبية في أي دولة في الدنيا بتهتم بهذا الموضوع. وإحنا بقى هنعمل حاجة مهمة جدا، أنا لسه جايلي جواب من وزارة الخارجية في المكسيك عايزين نكتب مقالة في كتاب كبير جدا بيعملوه عن عودة الآثار، وأنا بحاول معاهم وكان نفسي إن إحنا نعمل هذا المؤتمر. أنا نفسي نعمل مؤتمر ضخم دولي نجيب كل الدول اللي آثارها بتتسرق. هو عندك أثيوبيا وعندك اليونان، هم دول اللي الحكومه بتطالب بعوده اثار كتير جدا ورجعوا بعض القطع الاثريه. احنا عندنا دول كتير جدا، ايطاليا والمكسيك والدول العربيه، دول مش اقل من 30 دوله فيها نزيف سرقه الاثار. فاحنا عايزين نعمل مؤتمر، والمؤتمر بقى ده نجيب اليونسكو بقى. ليه؟ اليونسكو عمل قوانين مكحفه جدا لكل الدول اللي اثارها بتتسرق. اليونسكو لما عمل القوانين بدأ عمل مؤتمر في روما وجابوا الناس اللي هم بلادهم بتسرق الآثار، جابوا أساتذة قانون الدولة على أعلى مستوى. أوكي.
عشان يدافعوا مين عن الناس بتاع بروحهم. احنا طبعا الدول الفقيره ما نقدرش نجيب واحد استاذ قانون الدوله ياخد ملايين الدولارات. لا بس احنا دوله غنيه بناسها يعني احنا عندنا اساتذه قانون كبار، عندنا رجال اعمال اكيد يتبرعوا علشان تراث بلادهم وعلشان حقهم يرجع لهم اكيد، وحضرتك عندك علاقات قويه تقدر تعمل ده. شوفي انا الكلام ده حصل من حوالي ان انا رحت ايطاليا وكان معايا السفير الامريكي بخيمر وكان سفيرة جميلة وبنحييها جدا وعملت مجهود جبار وما زالت يعني وهي كانت معايا الحقيقة وهي ست فاهمة كويس جدا في القانون الدولي. لكن ما تقدريش الناس اللي هم جابوهم دول أعظم ناس في القوانين الدولية، ما أعتقدش إن حد ممكن يقف قصاد الناس دول غير واحد منهم. وعملوا فقرة وقالوا إيه بقى من ضمن البنود الفنية، لو واحد اشترى قطعة أثرية وطلع حسن النية ارجع له كل الفلوس اللي هو دفعها انا اديها له. طب ازاي؟ هو في تقدري تقولي مين حسن النية ومين عنده سوء نية؟ استحالة. فرفضنا وقال اتفاقية. فانا نفسي نجيب اليونسكو وبقولك ايه، اي اثر اتسرق قبل 1972 ما يرجعش. ليه بقى؟ دكتور هو ايه مشكلة ان حضرتك هم بقولك بيشتغلوا في مصلحة الدول اللي بتسرق اثار امريكا والدول الاوروبيه ايه مشكله ان حضرتك تعمل المؤتمر ده؟ والله شوفي احنا عرضنا وبعض الناس قالوا ان هيتكلف، هو مش هيتكلف اي حاجه جدا ابدا. ليه؟ اي دوله عايزه ترجع اثارها هتيجي على حسابها. طياره وقتل، احنا كل اللي نعمله هننظم المؤتمر. لكن انا مش شايف، ما شفتش يعني ردود ايجابيه بناء على اجتماع انا عملته في وزاره الاثار، ان انا كان الكلام ده من حوالي 3 سنين اعتقد. فانا قلت الجا لاي دوله تانية تعمل المؤتمر، وانا كان نفسي مصر اللي كانت تعمل. ليه دعوه لكل الناس المهتمين بالامر ورجال الاعمال والناس اللي بتعمل مؤتمرات على اعلى مستوى ان هم يتواصلوا مع حضرتك ونعمل المؤتمر هنا؟ انا اتمنى، انا بقول احنا بدل ما نخلي دولة زي المكسيك تعمله لا احنا نعمل هذا المؤتمر وندعو اليونسكو تحضر عشان نقدر نغير هذه القوانين المكحفة. طب وزارة السياحة فين؟ الأثار بتتسرق. طب وزارة السياحة مش معاك ليه على نفس الوقت؟ ثلاث سنين هو يعني مش عايز يعني اخد كتير في التفاصيل، لكن انا حصل بناء على خطاب السيد الرئيس بيسأل سيادة الرئيس ماذا حدث في الحملة القومية لاسترداد الآثار المسروقة اللي بيقوم بها فلان. فوزير الآثار في الوقت ده عمل اجتماع، كلف أمين عام الآثار عمل اجتماع. أنا طلبت ثلاث طلبات في الاجتماع. الطلب الأولاني إن بعد ما ننتهي من هذا الاجتماع يعلنوا اللجنة إن هم وراء هذه الحملة الشعبية، حاجة بسيطة جدا. ونمرة اتنين تكليف قناة تتبنى المشروع، كل يوم يطلع المذيع يتكلم يا جماعة وقعوا. نمرة ثلاثة ان احنا نعمل هذا المؤتمر. ورد بعض اعضاء اللجنة وقال لك ان احنا بقى المؤتمر هيتكلف. قلت لهم هيتكلف ايه؟ ما تكلفش حاجة خالص، المؤتمر ده عايز تنظيم فقط. فدي الثلاث حاجات اللي انا طلبتها، لكن الحقيقة في الوقت ده ما تنفذوش. ما اعرفش ايه السبب، لكن انا حاسس ان ممكن دلوقتي هذه الطلبات يتم تنفيذها نتيجه لاهتمام السيد الرئيس بهذا الموضوع، وموضوع بقى قومي. طب دكتور زي انا عايزاك ممكن نقرب الصوره اكتر للمشاهدين، احكي لنا ليه انت او ليه الثلاث قطع دول مهمين بالنسبه لي مصر؟ انا بقول لو قلنا راس حتشبسوت تقريبا نفرتيتي، احنا عندنا الاول راس نفرتيتي لمجرد برلين. دي بقى كان عملها فنان اسمه تحتمس، وسنة 1912 عثر عليها بورخارت واحد ألماني. وكان في الوقت ده في قانون الحكومة المصرية، طبعا نفرتيتي دي من أعظم ملكات مصر طبعاً. لم ورمز إن هي كانت زوجة الإخناتون والتوحيد. وأنا كل الأدلة اللي أنا طلعتها المدة اللي فاتت دي إن هي حكمت بعد موت إخناتون أصبحت فرعون وخدت اسم العرش باسم سمينه قرع. اوكي. وانا مطلع اسم سمينه قرع في المدينه الذهبيه اللي بنحفر فيها في الاقصر. فانا شايف ان التمثال ده ايقونه،
حاجة رائعة، فن جميل معمول من الحجر الجيري ومطلي بالألوان الجميلة وبالجبس، والتمثال يعني حاجة فنية على أعلى مستوى، مكانه الأساسي بقول المتحف المصري الكبير مش برلين. طب هذا العالم اللي اكتشف هذه الرأس ليه أخدها ودها؟ شوف بقى، في الوقت ده كان هناك قانون إذا أي عالم آثار اكتشف تمثال ملكي من الحجر الجيري يبقى من حق دولته، يبقى ما يطلعش بره. إذا التمثال من الجبس يسافر ياخده ياخده. كان زمان القسمة 50% في 50%. علماء الآثار زمان أي بحث أجنبية بتحفر في 50 أي منطقة 50. هم 50 وإحنا 50، على أساس إن أغلب الآثار برضو اللي طلعت بطرق قانونية قبل قوانين الآثار اللي بتمنع سفر الآثار. فالراجل ده عمل إيه بقى؟ أولا نمرة واحد كتب في الداير بتاعه اللي هو اللي بيقراها بس تمثال للملكة نفرتيتي من الحجر الجيري، وكتب في الكتاب بتاع السجل العام اللي كل الناس بتقراه تمثال ملكي من الجبس عشان يخرجوا بقى، عشان يخرجوا. في الوقت ده سنة 1913 بقى بيجي دايما مدير مصلحة الآثار يعمل القسمة مع البعثة. هم بياخدوا 50 وإحنا 50. وطبعا حكاية 50 دي كان بيحصل فيها مجاملات كتيرة جدا. فالراجل بورخارت كان ذكي، قام حاطط الآثار اللي هو هياخدها في صندوق، وحط نفرتيتي تحت وفوقها الاثار اللي مش مهمه. فجاء الراجل الفرنساوي كان مدير مصلحه الاثار وقال لهم خلاص خدوا الحاجات دي. بورخارت خد الصندوق وداه المانيا، وقام مطلع نفرتيتي حطها في بيته 10 سنين ما يطلعهاش، وبعد كده طلعها بعد 10 سنين. فكان ايامها الحرب العالميه الثانيه، فكان الامريكان بيعملوا اجراءات عشان يرجعوا يحافظوا على الفن بتاع المانيا. عارف الفيلم اللي عمله كلون ده؟ فيلم مشهور جدا. جم مجموعه من الامريكان راحوا المانيا عشان الحرب ما تدمرش الفن، ما تدمرش الفن. فحاولوا يساعدوا مصر يرجعوا التمثال، وهتلر وقع في غرام نفرتيتي وقال ما ترجعش وما رجعش، ومن يوميها ما رجعش. نمره اثنين. حجر رشيد. انا فاكر ازاي طلع؟ اولا ده تم كشفه سنة 1799 في رشيد، ونقلوه مصر وعملوا منه نسخ. وبقى لما انتصرت انجلترا على فرنسا في اسكندرية طلبوا مع أي يعني لحد النهاردة مش عارف مين عالم اثار اللي قال للحملة الانجليزية احنا عايزين حجر رشيد. فمن ضمن المعاهدة قالوا هناخد حجر رشيد. الفرنسويين طلعوا اذكياء، قاموا عاملين نسخه منه وبعتوها بقى لعلماء الاثار عشان يبداوا يفكوا رموز الطلاسم بتاعت الكتابه المصريه القديمه، لان الهيروغليفيه هي احدى الكتابات بتاعت اللغه المصريه القديمه، يعني كانها لهجه من اللغه المصريه القديمه بالظبط. ف طبعا لما شامبليون في النهايه ازاي بقى فرنسا بتدي هديه لحد مش بتاعتك. انا فاكر اول مره طلبت بيها، انا رحت عملت محاضره في المتحف البريطاني، وبعد المحاضره عزموني على العشاء في المتحف جوه. اوكي. بعد جبني التماثيل. فبعد العشاء طلع مدير المتحف عمل خطبه وانا اتكلمت، فحبيت اغازلهم يعني ما اقولش مباشر انا عايز حجر رشيد. حجر رشيد في الوقت ده كان حجر رشيد مرمي في المتحف البريطاني في حته ضلمه محدش بيشوف خالص. فانا قلت لهم على فكره انا الوحيد اللي بكلم الفراعنه، وانا قاعد بتعشى جالي الملك رمسيس الثاني وقال لي يا زاهي انا هنا بقالي اكتر من 100 سنه في مكان مظلم والبرد بتاع لندن خلاني مش متبهدل، خدني بقى معاك وانت مسافر. فقلت وبعد كده لقيت تحتمس الثالث جاي لي بيقول نفس الكلام، فاستغربت جدا ان هم مش عايزين يقعدوا عندكم. لكن هم بعد كده اتفقوا وقالوا لا خد حجر رشيد عشان ده رمز للايقونه المصريه. قلت كده بهزار، الدنيا اتقلبت. الصحافه بوم تكتب في الموضوع في كل مكان. ونمره اتنين بقى طلعوهم الضلمه وحطوه كأهم قطعة أثرية في المتحف. كأنك نورت لهم الفكرة. بس هو ما لا
يملك أهدى لمن لا يستحق. كلامك صح. نمرة ثلاثة بقى القبة السماوية. واحد حرامي فرنساوي راح معبد، عارفة شمال الأقصر في معبد بتاع حتحور في دندرة. رحتي؟ لا بس رحت الأقصر؟ طبعا رحت الأقصر. دخلت الهرم من جوه؟ لا. دخلت الهرم من جوه؟ لا رحت. كان لازم تيجي معانا. انا قايم. لازم تيجي معانا. لا انا مش هقعد. ما حدش قال لنا. عارف لكم؟ قال لنا لازم نخش الهرم من جوه. اتفقوا معانا. لا بس بس شوف انا لو اعرف ان انت ما دخلتوش الهرم ما كنتش جيت النهارده. انا موافقه. قول قول يلا هتفق معاك يوم. خلاص بس انت بتقومي بدري النوم؟ اقوم الساعه 5 الصبح، عايزني بعد الفجر اكون عندك. اتفق معاكم على يوم تكوني في الهرم الساعة 7 الصبح. خلاص احنا اتفقنا. هتشوفها بالهول، تلمسها بالهول 7 الصبح وتدخلي الهرم. انا موافقة. عشان مش لا لا بس انا دخلت الهرم ودخلت الهرم مع حضرتك على فكرة زمان بقى. انا حضرت. مش عايزة اقول من كام سنة. من 30 سنة ولا لا 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 مش لدرجتش. من 3 سنين. طب انت انا عايزة اقول لحضرتك. خلاص والله. احكي لنا بقى القبة السماوية دي. فالراجل الفرنساوي ده. وهاتوا لنا صورتها عشان كل الجمهور يشوفها. دي موجودة بقى في سقف المعبد. تخيلي ينشرها وياخدها يبيعها المعبد. هي دي. والله شاطرين بتوع الاعداد دول، ناس كويسة يعني. طبعا. مشكور جدا. فتصوري بقى ايه، ينشرها وياخدها يبيعها المتحف اللوفر. ودي الاول اكمل لوحة بتبين الفلك وتصور مصر القديم في علم الفلك. حاجة مهمة جدا. انا عايز اقول لك حاجة بقى، ازاي العالم معانا في الموضوع ده. انا دعيت من 4 سنين الطلبة بتاع جامعة اوكسفورد بيعملوا مناظرة كل 3 سنين عالمية في اي موضوع. يعني سياسي اقتصادي. فعملوا المناظرة الضخمة، جابوني وجابوا مدير معهد مؤسسة جيتي ومديري متاحف اوروبيه. وانا على الجنب الثاني ومعايا 2-3 طلبه، هم بيقولوا ايه بقى، الاثار دي ما تبعتهاش الدول دي، الدول متخلفه مش عارفه قيمتها، لو قامت حرب بيدمروا الاثار، ده بيرمموا غلط، ده متحفهم شكلها وحش، ما تحافظش على الاثار، احنا بنحافظ لهم على الاثار. فانا الحقيقه اما دعيت كنت كاتب، رحت قعدت يومين 3 اكتب السبيتش بتاعي. لكن طبعا النظام اللي شفته بالطلبه، انا نفسي جامعه القاهره او عين شمس يعملوا يعني الطلبه يشوفوا الديبيت ده ويعملوه. اولا بيلبسوا بقى بلاك تايم، البدله الرسميه السوداء والموسيقى، ويبداوا على اعلى مستوى، ويطلع طالب الرئيس البتاع ده يتكلم كلام على في نفس الموضوع، ويبدا المناظره وهم يديروا هذه المناظره. فانا لما جه دوري قلت لهم يا جماعه انا كنت كاتب السبيتش ده، لكن انا هتكلم من قلبي. اولا نمره واحد، انا مش جاي هنا عشان اقول لكم عايز ارجع الاثار اللي موجوده في اوروبا بتاعتنا كلها، لا احنا عندنا اثار ضخمه جدا، انا عايز ارجع 3 قطع فريده. مكان هذه القطع الفريده مصر والمتحف الكبير. ونمرة اتنين، انا مش ده، انا بقول انتوا بتكسبوا من اثارنا دي ملايين، ده متحف المتروبوليتان التذكرة الدخول ب $22 وداخل في اليوم مش اقل من 10,000 واحد. تصوري بقى المبالغ الطائلة اللي بيعملوها، لان كل واحد بيدخل عايز يشوف الجناح المصري. الجناح المصري. نمرة التانية حاجة مهمة جدا، ان انا عايز هذه المتاحف في العالم كله في امريكا اوروبا يبطلوا التصرفات الاستعمارية. طبعا كلمة التصرفات الاستعمارية عايزة تفسير. عملت استفزاز. قلت لهم ايه بقى، اثارنا دي اتسرقت كلها وطلعت من ايام الاستعمار الفرنسي والانجليزي، دمروا اثارنا وخدوها، وكتب العديد من الكتب تحت عنوان The Rape of the Nile، اغتصاب النيل. اغتصاب النيل. فانتوا خدتوا هذه الاثار عن طريق الاستعمار. لا زالت المتاحف دلوقتي بتتصرف تصرفات استعماريه. ازاي؟ يعني اثارنا المصريه مغتصبه في الخارج. لا انا بتكلم على ايام الاستعمار. من ايام الاستعمار. انا عايز اتكلم بقى دلوقتي ايه اغتصاب شكله ايه بقى. طب خلينا هنا الاغتصاب شكله ايه دلوقتي بس بعد الفصل، ايه رايك؟ تمام. هطلع فصل ونرجع نكمل هذا الحوار الممتع. The
يعني مش شايفها من ساعه والله بنضحك انا وهي ضحك غير طبيعي. ونرجع مرة تانية مع حضراتكم بنرجع مرة تانية نسمع معاكم وكل حاجة وعارفة ان احنا هوا بس كنا لسه بنتكلم مع دكتور زاهي على اكتر من حاجة فصدفة كده قال لك انتوا لازم احكي لكم اول انا قابلت الرئيس السادات مرة واحدة ولن انسى هذه المرة. فطبعا ما حبيناش نحرق الموضوع فقلنا تحكيها لنا كلنا بقى بكل الناس واحنا على الهوا. الرئيس السادات كان بيعشق الهرم وكان لنا استراحة موجودة في الصحراء فكان يجي يقعد أولا هو اللي يسوق العربية السيات بتاعته عربية سيات خضراء كان بيسوقها بنفسه والأمن بقى يجري وراه وهو ويطلع على الاستراحة يقعد وياخد كرسي بره ويشرب البايب وقدر من الاستراحة دي يخلي كيسنجر يعشق مصر وياخد من كيسنجر حاجات ضخمه جدا نتيجه ان كان يعمل لقائه في الهرم. فاحنا بقى انا كنت عيل صغير بفتش اثار بشوف كل ده قدامي. فجت زياره لديفيد روكفلر طبعا ده اشهر بنك في العالم بليونير والراجل ده جه هو ومراته وولاده. فانا طلعت اشرح لهم وانا ما كناش بقى حتى جنب الهرم في بتاعه الحته العربيات ده انا كنت في شرق الهرم عارفه الهرمات الصغيره بتاعه الملكات كنت في الحته دي وقت بشرح لهم ابص الاقي الرئيس انور السادات قدامي مفاجاه عملت ايه اترعشت صوري كان هو عنده هو هيبه وكاريزما لا 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 كان وشه ده رغم انه اصفر لكن كان بيلمع تحس ان فيه كاريزما جامده جدا وابتسامته كانت بتخليه انا شفت الكلام ده جالي اترعشت ولقيته قام داخل على ديفيد روكفلر قال له ديفيد انا سعيد جدا ان انت جيت الهرم عشان تاخد دش ثقافي بيضحك معاه قبل ما نتعشى بالليل فانا قالوا لي دش ثقافي قالوا لي ان انت هنا في الهرم فانا جيت عشان اسلم عليك تخيلي لو اي رئيس تاني مش عايز اقول اسماء استحالة مستحيل الراجل ده عارف ان ده مهم جدا لاقتصاد مصر الراجل ده عارف ان ده مهم جدا لمصر وعارف هو فين وبيعمل ايه قالوا له هو بيزور الهرم يقوم سايب العربية والدنيا تتقلب والامن يتقلب ويجي عليه وبعد ما خلص وقال لي ازيك يا ابني وقام بسلم عليه منتهى الذكاء بس وانا كتبت دي القصة دي كتبتها في مذكرات الحارس دي أول وآخر مرة شفت فيها عمري ما قابلته لكن طبعا أنا علاقتي بالله يرحمها مدام سادات كانت علاقة قوية جدا اتوطدت إمتى بقى؟ لأن هو قال لك إزيك يا ابني وأنت ما شفتوش تاني مدام السادات كنت أسمع عنها بقى وأنا صغير مدام جهاني السادات الله يرحمها إن هي بتروح بقى تتعلم آثار بتروح تتعلم آثار كانت تروح مدرسة استراحة في سقارة تروح هناك وتجيب واحد استاذ اسمه عبد المنعم ابو بكر يبدا يشرح لها عن الاثار فانا بس عمري ما قابلتها لكن هي بقى راحت كانت بتشتغل استاذه في جامعه ميرلاند هي طبعا في امريكا اللي عرفته بعدين عن الامريكان ما يحبوش الراكي انا محاضراتي بتنجح ليه لان دايما كلامي ساوند بايتس ما برغيش هي اتعلمت ازاي تعمل المحاضرة الكلام بمقلة ودل ويدخل قلبك مقلة ودل فأنا كنت في أمريكا وراجع من واشنطن كنت بعمل محاضرات قامت عاصفة غطت واشنطن بالتلج والطيارات اتوقفت مش عايزين ناخد طيارة من واشنطن ناخد التي دبليو اي أيامها من نيويورك فببص لقيتها قاعدة قدامي هي والحارس بتاعها انا ما يعني اولا هي عرفتني ومن بعد اللحظه دي بقى بدات الصداقه وهي كانت ست رائعه اولا وذكيه شوفي انا سافرت انا وهي عملنا تور ورحنا عملنا محاضرات في بلد في تورينو فرينو نيفادا وهي راحت كان في لنا واحده صديقه انا وهي مليونيره اسمها نانسي بينز نانسي دلوقتي عندها 96 سنه ودايما نانسي تبعت لي كل اسبوع لحد النهارده تقول لي انا مش قادره
أنسة جهان. روح زورها. ست وفية جدا. بشكل غير طبيعي. فهي عزمت مرة مدام جهان، عملت محاضرة حضرها بوم في بلد اسمها ليك تاهو، وأنا في الأسبوع اللي بعديه، وبنازير بوتو نمرة ثلاثة. اختيارات موفقة ثلاثة. وبعدين بقى هنا في مصر كانت تعمل لنا العزايم بقى، أنا ومين بقى؟ أنا وأحمد رجب وإبراهيم معلم. الله يرحمه. وناس كتير جدا، يعني أنا حضرت عزايم كتيرة جدا عندها في البيت، لأن أولادها نهى وجيهان وكلهم أصدقائي. فأنا دايما يعني كنت أعزها معزة غير عادية. وأنا على فكرة اللي محدش يعرف إن أنا في مكتبي صورة لوحة زيتية لها، كانت بترسم. هم بناتها كانت بترسم. قمة في الرقي والجمال، وفعلا التربية كلهم البنات وجمال كمان، يعني كلهم عيلة في منتهى الرقي والأدب يعني. أنا بقى قابلت بس فكرة إنها بترسم دي فكرة جديدة بالنسبة لي. لوحة عندي هي اللي رسمها. هي اللي رسمها. وانا صورتها على فكره حطيتها عندي في المكتب قدامي. طب بما اننا في اكتوبر وذكرى استشهاد السادات وذكرى نصره العظيم، كل الحاجات دي حضرتك قلت الفاصل على قصه احب ان انت تحكيها عن الرئيس السادات وعمر الشريف. ازاي هو قد ايه ذكي؟ طبعا الحكايات كتيره اللي عمر كان بيحكيها، وانا يعني كتبت اغلبها في مصر اليوم، لكن القصه دي عمر كان بيكررها دايما. هو بيعشق السادات، لأن السادات رئيس السادات لما راح أول مقابلة في واشنطن هم عزموا عمر، وعمر حضر للريسبشن، والرئيس قال له يا عمر جاء الوقت بقى أن ترجع بلدك. واللي رجع عمر مصر بعد، هو طبعا كان عنده مشاكل كتير جدا هنا مش داعي نتكلم عليها، لكن إن هو الرئيس السادات هو اللي رجعه مصر فعلا. فبيقول أنا كنت في باريس لقيت مكالمة جالي من الرئيس أنور السادات، قال لي يا عمر أنا عايزك تروح السفارة الإسرائيلية وتحاول من هناك تكلم بيجن وتبلغ بيجن إن أنا عايز أجي أزور إسرائيل. أنا يا عمر عايز أعرف الرياكشن، الرد الفعل بتاع قبل زيارته الشهيرة للقدس. قبل طبعا. ده أنا هقول لك حاجة، ده يوم كان تمهيدي يعني. ده يوم الزيارة دي أنا كنت في شيكاغو، رايح بلد اسمها بيلينجز منتدى عمل محاضرة. أقرا السادات راح القدس. اترعشت يعني. فقمت بكلم عز الدين شوكت في السؤال، عز اعمل ايه؟ قال لي احنا مش انت، ده انت اللي عارف، مش احنا عملنا اول سلام في التاريخ ايام رمسيس الثاني، اول معاهدة سلام في الدنيا. تقوم انت تخاف؟ قلت له انا بس هحكي لك مره راح سافر على التي دبليو ايه من روما، خدتها من روما، جنبي واحد بيتعرب بيا بتاع، قال لي انا فلان عدو الكنيسة الاسرائيلي. كنت ههر على نفسي بالخوف. خوف يعني، احنا كنا عندنا، هم عارفين عننا كل حاجة وانا عارف حاجة. فاستنيت شوية كده، قمت قايم من جنبه، رحت بعدت، خفت من خوفي. فما بالك رئيس نفسه قرر ان هو يروح. الرئيس انا طبعا كلام السفارة اداني قوة. اول ما وصلت بيلينجز مونتانا تلفزيون بام، كل بلاد رحتها اقول ان رئيس السادات عمل هذه المعاهدة، لأن احنا أول ناس في الدنيا عملنا أول معاهدة سلام في التاريخ، ورمسيس الثاني وقع هذه المعاهدة بعد حرب طاحنة بينه وبين الحيثيين. سبحان الله. وتزوج اثنين ستات من ولاد ملك الحيثيين. وعمر الشريف كان موجود مع السيد الرئيس في البيت الأبيض. أعتقد إن دي في البيت الأبيض 76. أعتقد إن الصورة دي اللي قال عليها عمر كان دي بداية رجوع عمر الشريف لمصر. وذكاء اللقاء ده، هو كان بداية رجوع عمر الشريف لمصر. السادات قال له عمر انت لازم ترجع بلدك سنة 76، ودي اللي خلت عمر يرجع تاني. ولا مرة عمر الشريف، انا عارف انت صاحبه، بس ايه اللي يخلي الرئيس السادات يفكر في عمر الشريف؟ لان اولا عمر في الوقت ده كان هو الشخص المصري العالمي الوحيد المعروف في العالم، محدش معروف تاني. اما مين تاني يقدر يكلم بيجن ولا يكلم كارتر ولا ده؟ السادات عمر يكلم اي حد، وهو استخدم ادواته بذكاء. وعمر كان يتحدث يعني سبع لغات بطلاقه، وكان عنده كاريزما ضخمه جدا، وكان برضه عمر عشان يعيش في هوليوود كان لازم يهادن اليهود. لو ما هادنهمش هيمشوه.
مثل فركز على حته ان هو ممكن يكون يهودي جنسيه. لا 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 عمر لا مش يهودي الجنسيه، ما انا عارفه لكن هو فكره ان هو استخدام ادواته. عمر شخصيه مصريه، كان مصري، كان مسيحي مصري، مسيحي مصري 3000%. يعني هو اسمه ممكن نقول عليه يهودي، لكن عمر عمره ما ليه صله باليهوديه اطلاقا. وعلى فكره اما اعلن اسلامه كان مسلم فعلا، كان مؤمن لما اتجوز فاتن حمامه وراح عمل عمره. طب ولا مره عمر الشريف كلمك على الـ 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 الوقت اللي هو راحه فعلا ودخل وكلم زي ما اتطلب منه؟ طبعا هو راح حاول يدخل السفاره الاسرائيليه لاول مره، ما عرفش ليه، ما قدرش الباب يتفتح او حاجه، فقدر ان هو يخلي حد باين يتصل بملحق موجود في السفاره الاسرائيليه فسمحوا له بالدخول. فقال لهم انا جاي برساله من الرئيس مصر، الرئيس انور السادات، الرئيس طالب ان انا اكلم بيجن عشان ابلغه رساله مهمه جدا، وخلوه يكلم بيجن. وبلغ الرئيس قال له اعتقد بيجن رحب. يعني ودي كانت بدايه الزياره. هو شوفي تمهيدي عبقريه السادات، كان دايما عايز يعرف يعني يبعت رساله عشان يبين ان هو مش هيحارب لحد. يعني كان السادات عبقري. شوفي قرار الحرب قوته في اكتوبر في غموض الغموض والصمت. يعني انا هقول لك حاجه، الراجل بقى اللي بتاع الكنيست ده قال لي ايه؟ قال لي احنا زمان كنا نقرا الاهرام نعرف عنكم كل حاجه، مش عايز اقول كل الكلام يعني. قال لي السادات حطنا وضحك علينا. وضحك عليهم ازاي بقى؟ انا كنت في جامعه بنسلفانيا بدرس الدكتوراه، فقالوا لي ده في اتنين اسرائيليات جايين بيتكلموا ضد السلام. حضرت اجتماع بتاعهم، هم قاعدين بقى بيتكلموا والطلبه حاضرين كل هنا منهم. كلامهم بقى السادات ده بيضحك علينا، السادات ده هياخد الارض بتاعتهم واحنا مش هناخد حاجه. كلام ضد السادات بشكل غير طبيعي. وانا قمت هاجمتهم، يعني رديت عليهم وهاجمتهم في الوقت ده. لكن ازاي فعلا السادات ضحك عليهم وجاب لنا الارض؟ انت لما تروحي شرم الشيخ تحس بعظمه الراجل ده اللي رجع لنا قطعه ارض مننا كانت في ايديهم. يعني انا شايف ان عبقريه الحرب اكتوبر وانتصارنا في هذه الحرب، النصر العظيم ده اللي خلانا نرفع راسنا في كل مكان، ان هو السادات قدر يعمل السلام. والمحيطين بيه كانوا واثقين فيه والتزموا بتعليماته. حقيقي صح. وكله مشي على خط وتيره واحده ليها قائد واحد وهو السادات، عشان كده كان متقفل على كل الاخبار. يعني شوفي بعد الحرب اكتوبر دي بقى لها 51 سنة لازال، يعني انا ببقى سعيد بالاعلام عشان الشباب الاولاد الصغيرين يعرفوا. ما الاولاد الصغيرين لو انت على فكره ممكن تجيبي طالب في الجامعه دلوقتي جامعات متربي في الجامعه تقول له مين اللي قام بثوره 52؟ ما يعرفش ولا يعرف. فاذا لما تيجي انت في واحد بعد 51 سنه وتلاقي كل الاعلام المصري النهارده، شفت المصري اليوم عاملين مجلد كامل عن حرب اكتوبر طبعا، امبارح الاهرام، وامبارح احنا كمان كان عندنا حلقه. فانا يعني سعيد جدا ان انتوا بتخلوا شبابنا يحس بالفخر. طب احنا عايزين نحس معاك مشاعر بما انك كنت صديق عمر الشريف. الناس مشغوله حتى بعد رحيله وبعد رحيل فاتن حمامه، لانهم كانوا شايفين ان هم نموذج قصه حب حلوه. ودايما بيتقال ان هو كان بيعلن للمقربين ان فاتن هي حب حياته رغم كل ما راى من نساء. عمر عيبه كان لسانه طويل، وكان ساعات يعني فاتن حمامه كانت متجوزه وبتاع، وما ينفعش ان عمر يجيب سيرتها في كل مكان. انا بقيت اقول له كتير جدا يا عمر اقرص. هو على فكره عمر كان يشتم اي حد في اي واحد. انا فاكر كان قاعد في لقاء جنبنا معانا جاكلين بيست، عارفاها؟ طبعا ممثلة. وداني جروفر. اوكي. وعمر وانا وعمرو بدر. فجاكلين بيست على فكره لسه متعشى معاها من اسبوعين في امريكا. عندها شوفي فوق السبعين دلوقتي، لكن جميله لسه جمالها باللياقه، ولسه الانجليزيه بتاعتها
محتفظه بها رغم ان هي عايشه في بيفري هيلز في لوس انجلوس. فجاكلين بيست قالت راي سياسي كده، قال لها اقرصي انت ما تفهميش حاجه. فغمست لها قلت لها خلي بالك ده مجنون ما تردش عليه. فعمر ما كانش حد يرد عليها الا انا بقى. اما يعمل حاجه اسقط فيه يقول له حاضر يا حبيبي، يخاف فورا حاضر يا حبيبي ضميره الحي لا يقول له يقول له حاضر يا حبيبي. شوف انا لا انسى عمر ابدا، عمر صورته عندي في البيت وفي المكتب في كل حته. انا لا انسى ان عمر موجود في مصر، كل ليله انا بتعشى معاه، كل ليله بقابله. كنت سعيد جدا بان احنا يعني كنا لنا ترابيزه في مطعم في الزمالك كان طارق له جزء فيه. وانا فاكر ان طارق كلمني وقال لي ده عمر جه من السفر كان في روسيا وقعد في فندق في الزمالك. فانا فت عليه وكلمته وجبته عشان نتعشى مع بعض. فهو قاعد قدامي على الترابيزه بتاعتنا اللي بنقعد عليها طول عمرنا، ومعانا بقى يحيى الفخراني ولبلبه وساندرا نشأت وكنا وسعاد احمد رجب. لكن اجمل ايام كان كل اسبوع مره مين بقى، وانا كنت عيل صغير بالنسبه لهم، عمر الشريف، احمد رجب، انيس منصور، وبعض الاحيان مفيد سويس. ايه وتشوفي بقى ايه شوفي بقى اسمعي اسمعي بقى شوفي احمد رجب ده العبقري ده زي الطفل الصغير. وهو انيس بقى يتخانقوا، كان يعني كان في واحده ست كده الاثنين بيحبوا مش زعلانين في بعض بيتخانقوا. واحمد رجب يقول لا انا الاسبوع الجاي مش هروح، لو انيس جه انا مش رايح. ويجوا هما يتقابلوا ويبصوا بعض. وكان عمر معانا. ومره بقى كنا بنجيب بقى نختار، كان مفيد فوزي بيجي اعزمه، عمرو عبد السميع، يعني كنت اجيب ناس معينه. انبسطتوا بحياتكم انبسطتوا بس ما جاوبتش فاتن حمد. ارجع بقى بس انا عايز ارجع لما قابلته على العشاء برضه. فهو طبعا عمر ما اتجوزش نهائي بعد فاتن. وهو كان طبعا من كلامه كان لازال بيحبها فعلا. لكن طبعا كان من الخطا بتاعه اللي انا باخده عليه انه كان يجيب سيرتها وهي ست متجوزه ويقول له يا عمر ما تجيبش سيرتها. لكن هو الحاجه الغريبه بقى لما جاله الزهايمر كانش فاكر غير انا كنت في الفلبين. لا فلقيته لقيته بيكلمني في التليفون، قالوا له هم كان يكلموني بتوع الفندق سميرة ميس. فالمهم فرجعت بقى من السفر، كانت فاتن ماتت والصحافه كلها، عمر قاعد يعيط ويقول فاتن ومش عارف ايه. جيت خدته واحنا قاعدين جنب العربيه، قلت له يا عمر انت عارف ان فاتن ماتت؟ قال لي فاتن مين؟ الله. قلت له فاتن حمامه. قال لي هي ماتت؟ ام اخويا؟ ام اخويا؟ هو كان يقول على طارق اخوه. فلقيته ما عندوش فكره ان ربنا رحمه. فبقى في العشاء بقى اللي انا قابلته ده بعد ما رجع من روسيا وهو قاعد قدامي وقال لي ان هو في واحد صاحبه مش عارف اسمه ايه. طب يا عمر اسمه ايه؟ يقول لي مش عارف. بيشتغل ايه يا عمر؟ يقول لي في الحاجات الديرت. قلت له اسمه زاحف. اسال له. فضل السنه اللي جت له فيها الزهايمر ما يعرفش غير اسمي، لكن انا ما يعرفنيش. وانت قاعد قدامه؟ وانا قاعد قدامه. وانت كنت معاه طول الرحله بتاعت الزهايمر؟ ما سبتوش يوم واحد وما زهقتش ومش وما اتضايقتش ان هو بيتكلم على زي حواس وانت قاعد قدامه ومش عارفه ايه بقى. ربنا يكفي اي انسان طبعا المرض مرض الزهايمر. طب يسرى حبت تعزمه على العشاء، رفض يروح لها، قالت للي رايح قول له زي حواس، راح قال له زي حواس مشى معاه. فهو ما كانش عارف غير اسمي فقط. بما ان انت قريب قوي كده من عمر الشريف، لو احنا قلنا من اكتر الغلطات عمر الشريف ان هو راح العالميه؟ لا اطلاق. ليه؟ ده من اهم حاجه عملها في حياته. هو نفسه كان من ادمان، كان بيقول لك انا كنت هبقى نجم هنا في مصر وهبقى عندي اسره. طب زي مين؟ كان في الوقت ده في رشد أباظة وفي نجوم احسن منه كتير جدا. لا وبعدين هو عمل اسم يعني مصر هو كبير. هو الحظ لعب معاه وطلع العالميه، هو اول فنان مصري بيطلع العالميه. بس اللي ديفيد لين لما بعت وقابله وشاف الصور قال لهم هاتوا لي ده، وعمل معاه فيلم مش رشدي أباظة يعني مش البديل بتاعه بيقولوا بقى في الوقت ده. بس عمر بيقول لا ما حصلش، ما قال لي ما قابلوش رشدي أباظة. لكن المهم هو لما عمل لورنس في ارابيا ديفيد لين اعجب بيه جدا وقال له عمر استعد هتعمل معايا فيلم دكتور زيفاكو بس شيل الحسنه بتاعتك دي.
وسال الحسنة وعمل زفاجه. لما عرض زفاجه في الأول عمر بيقول الفيلم كان فاشل جدا. فقابل ديفيد لين على كافيه في نيويورك وقال له سبب ديفيد لين قال له أنا عارف سبب الفشل إيه. وقام كولكتد جمعوا كل الحاجات اللي في الشارع اللي في الـ الأفلام وعمل إيديتنج يعني غير حاجات كده والفيلم طبعا علامة. طب أنا ولا مرة سألتك انتوا ازاي بقيت انت وهو اصحاب قوي كده؟ ده قصه يعني انا ما اعرفش ايه العلاقه الوطيده دي جت ده سنه 77. ايه كنتوا فين؟ انا كنت في الهرم وقالوا لي في فيلم هيتعمل عن الهرم وهيتذاع على الهواء مباشره. في الوقت ده على فكره سنه 77 مش زي دلوقتي تقدري تعملي ساتلايت من من هنا اهو الوقت اهو من العالم كله. كان ايامها والفيلم ده كان في اي قناه او لاي بلد؟ لا لا عالمي. قناة تي في شركة أمريكية اسمها ال بي اس. اوكي. فعشان تجيب الساتلايت كنت بتأجري من التلفزيون. تمام. فخلاص اتفقوا في شهر يوليو على الهواء من العالم كله. ربنا رزقنا بواحد مصري مش هقول اسمه عايش في كندا. فمن ذكائه جه راح عمل عقد مع بتوع التلفزيون ان انا لو استعملت الساتلايت ابقى انا الوحيد اللي استعمله في شهر يوليو هديكم 100,000 دولار. وراح للاثار ان ما حدش استعمل الهرم الا فلان في شهر يوليو هديكم 100,000 دولار. ما استعمله. طبعا خلى بقى الناس جم مش هيقدروا يعملوا على الهواء. مش يطلعوا على الهواء لازم ياخدوا اذن. يعني احنا عملنا البدع في الوقت ده عشان انا وعمر. المهم احنا كنا بقى بنسجل كل حاجه عشان الفيلم الساعتين اللي على الهواء بيبقى على الهواء منهم حاجات بسيطه والباقي كله تسجيل. ففي الوقت ده قالوا هيعملوا على الهواء من قلعه لورد كارنافون في انجلترا. فانا طبعا ما رضيتش اروح لان فيها اثار مسروقه فما سافرتش. لكن عمر بقى جه وبدا بقى انا وهو في ديالوج بيننا وبين بعض. فنهايه الفيلم هو واخد تمثال مقلد للملك خوفو. فقال لي انا هقول انت لو بتعتقد في تناسخ الارواح الري انكارنيشن تحب تبقى مين؟ قلت له يا عمر انا لو قلت لك بعتقد في الري انكارنيشن الكل بتوع تناسخ الارواح في امريكا هيبهدلوني ويقعدوا يعملوا يعني هتبقى مشكله. في النهايه اتفقنا ان هو ايه ان انا اقول لو بعتقد في تناسخ الارواح اتمنى ابقى الملك خوفو. ما تعرفش دي برضو سببت لي مشاكل. حضرتك شخصيا اللي قلت ان انا مش عمر الشريف ان انا اتمنى اكون الملك. هو اللي بيسالك هو معاه ماسك التمثال وبيسالني. وخلاص هو سافر كان يجي ماليش دعوه بيه خالص. ولا اصحاب ولا اي حاجه اطلاق. لما حصل بقى كنت بدرس في UCLA فجت لي واحده من ناشونال جيوغرافيكس ماليسا تراوت قالت لي احنا عايزين نعمل اي باكس فيلم. عارف الاي باكس اللي هو ايه؟ السينما المجسمه. فيلم بقى جبار على فكره اتشاف في العالم بلايين. انا شفته ومعايا ملكه هولندا في امستردام. فيلم حاجه جباره. فانا الست قالت لي احنا عايزينك تعمل لنا السكريبت بتاع الفيلم. قلت لها موافق. وتظهر في الفيلم حاجه كده. قلت لها موافق بس عشان اعمل ده لازم انا عايز عمر الشريف هو اللي يعمل النريشن الراوي. الراوي بقى عباره عن عمر وجايب بنت حفيدته عندها 12 سنه من انجلترا وبزورها مصر. والله الفيلم حاجه جباره. تبقى قاعده 40 دقيقه منبهر. المهم واتفقت بقى كلمت عمر وعمر وافق وقال لها هنتقابل في مصر على العشاء الساعه كذا يوم كذا. عمر كان فيه ميزه فظيعه. كريم كرم غير طبيعي. لا يمكن يسمح لحد يدفع العشاء. تعالى هو اللي حاسب. طبعا لما جاب له الزهايمر انا قعدت حاسب سنه. معلش ما انت بترد سنين هو عملها. اللي حصل بقى هو وليسا اتقابلوا 8 الا ربع. اوكي. فعمر طبعا مين ناسيني طبعا مش فاكرني. ولا في دماغ انا في دماغه. فبقول لي ليسا انت عارف حد انت هو حد جاي؟ قلت له زي حواس بتاع الاثار. قال لها بتاع الهرم. بس خلي بالك قال لها ده على فكره كل المصريين مواعيدهم وحشه. ده هي عشان يجي لنا مش هيجي الا قبل 9. قلت له شوف زاهي لو جه هنا بعد 8 بدقيقه اللي انت عايزه اعمله. وطبعا انا مواعيدي بالثانيه.
يعني تقولي لي عمري ما رحت معاد في حياتي متأخر. ونجاح الإنسان على فكرة بمواعيده. طبعا. فعمر بقى طبعا هو يحب بلده جدا وعايز يعمل حاجات لبلده. قال لي ليسا أنا هعمل الفيلم ده ببلاش، مش هاخد منك فلوس. فطبعا أنا اعتقدت إن دي هتبقى مبسوطة. قالت له يوم أول باي. بقول لها أنت اتجننت، ده راجل بيقول لك مش عايز ياخد فلوس. قالت لي شوف يا زاهي أنت ما تفهمش في السلامة. إحنا عملنا الفيلم وفي الأقصر وعمر عارف إن ما خدش فلوس ولا مضى عقد معايا. وقام النوم متأخر وأنا عاملة تكاليف. قالت لي أنا ممكن أخسر قد اللي هدفعه له مرتين. عشان كده يعني لازم ياخد فلوس. اديته 150 ألف دولار في الوقت ده. واو. لكن سنة كام؟ السنة يعني تمانينات يعني. تمانينات. ومن هنا ابتديتوا أصحاب؟ من هنا بقى بدأت العلاقة بينه وبينه تقوى جدا. سافرنا مع بعض كتير. هو بقى كان يبقى عمر كان الكبار يعرفوه وأنا الشباب يعرفوني بره. لان انا بعمل افلام كتير جدا. وهل فعلا هو قال اشهر حد ده هو زي حواس الاشهر من عمر الشريف؟ قال هذا الكلام في هوليوود في الفيلم. قاله في الفيلم؟ اه فيلم عن حياتي. قال بالظبط I was the most famous Egyptian before زي حواس became the most famous Egyptian. وبعدين ما كانش عندي عقد يعني ما يلاقي العيال السجاني يصوروا معايا ومش عارفينه يبقى فرح مبسوط يعني يبقى سعيد. بس هو مرة نصحني نصيحة يعني كان عمر ذكي جدا. حاجتين عملهم معايا كويس. حول لما انا اخترت في 2006 من اهم 100 شخصية مؤثرة ومش عايز اروح انا مش هروح خلاص نيويورك. ايه اللي يخليني اروح نيويورك؟ عمر قال انت اتجننت؟ ده اول مرة واحد مصري يتم اختياره عن طريق تايم ماجازين. انت تروح. فرحت اشتريت بدلة تكسيدو وقطعت التذكرة ورحت نيويورك. وكانت حاجة بجد كان ليه حق يقول لك على السجادة الحمراء و 100 شخصية وتصادف بقى حاجة في العشاء فاخرة يعني في العشاء اللي انا بتعشى على الترابيزة. مين معايا؟ مين؟ ويل سميث وجاد مراته اوكي وجينيفر لوبيز وعلى شمالي واحد بس مش هقول لكم بقى اللي حصل بيني وبين جينيفر ايه مش هقدر اقول لكم في الكلام ما اقدرش عكستها اقوله بعدين اقول لك بعدين ايه؟ عكست جينيفر لوبيز مش عكستها انا قلت لها كلمة كده خليتهم ماتوا بالضحك اوكي فاقولها لك بقى بعد الحلقه بعدين انا وايه تاني قال لك التانيه بقى النصيحه التانيه ان انا كنا مسافرين انا هو الدومينيكان ريبابليك اوكي كان رئيس الجمهوريه عامل له تكريم وانا هيديني رئيس الجمهوريه درجه الدكتوراه الفخريه فسافرنا مع بعض فانا كان مجله مشهوره جدا اسمها نيويوركر دي مجلة بتكتب مش عن المشاهير مشاهير المشاهير مجلة صفوة المشاهير يعني فلقيتهم كاتبين عني 17000 صفحة نصهم شتيمة فيا من الناس والنص التاني ناس بتكلم كويس اوكي فأنا يعني اتضايقت جوايا ازاي وده يعني من أهم الحاجات اللي غيرت حياتي فاتضايقت قال لي أنت مزاجك وحش ليه؟ قلت له الصور يا عمر كذا 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 قال لي طب أما نوصل هدخل الحمام اقراها هو كان كل القراءات في الحمام فدت له رجع طلع قال انت جننت ده المجله دي اتمنى تكتب عني 100 صفحه كلها شتيمه ده شهره يا ابني ما ينفعش فانا اتعلمت بقى ان انا لما الاقي حد بيشتمني ما ازعلش طب انا في نقطه مهمه جدا قبل ما يخلص الحوار ده حابين ان احنا نفهمها سريعا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا مع الافرو سنتريك وفكرة ان المجموعة في مجموعة كبيرة متشددة شايفة ان الحضارة الفرعونية هي حضارة افريقية في الاساس انا عايز اعرف ايه اللي عمل تريجر هم عايزين ايه في النهاية هو هذه الحركة بدأت من واحد شيخ سنغالي اسمه الشيخ انت ديوب شيخ اسمه شيخ انت الراجل ده اعلن وقال احنا اصل هذه الحضاره احنا اللي عملناها لان التماثيل ملونه باللون الاسود وتعتبر اللون ده خلاص ان هم واللي نسكوا في الوقت ده عشان الراجل ده كان مهم جدا سنغالي عملوا له مؤتمر وقالوا ان لا يوجد دليل على الكلام اللي انت بتقوله والموضوع انتهى اوكي بدا بقى الاقليه في امريكا السود
طبعا امريكا الجنوبيه سود. بدا في البرازيل يقتنعوا كل سنه بريد ضخم جدا، الملك قاعد على كرسي العرش لابس التاج وجنبه مرات السودة وراه الاف السود بيغنوا وطبلوا احتفالا بانهم اصل مصر. اي اصل وهم. مصر اي وهم وخلاص يا فيه. بدا لهم الحركه دي. كنت انا انا من النوع على فكره لما برد على حد ما بردش عليه داخليا في الاهرام ولا الاخبار، انا برد في الاماكن اللي بيتكلموا فيها. صح، عشان بتكلمهم بالظبط مش بنكلم نفسنا. هم بداوا بقى يجيبوا المطرب المشهور ده مش عارف اسمه ايه كده، كان راح اسوان يعمل مؤتمر اتلغى، وفي المتحف المصري يعمله، وجت جدي قامت عامله الفيلم كليوباترا سوداء. فانا ما سكتش وقمت جايب واحد ايطالي مخرج ايطالي وعملنا فيلم قصاده ضده. الفيلم اللي عملناه بتاع ايطاليا اتشاف اكتر من الفيلم بتاع نتفليكس. فشل تماما، فشل لا يمكن تكون فيش مصداقيه دي سوداء اطلاقا، ده مقدونيه. المهم بقى تصادف بقى من الهجوم عليهم، انا هاجمت جامد وبدي الادله العلميه ان هم غلط. فكنت عامل انا في 2023 عملت 23 محاضره في 23 بلد في امريكا. كل بلد بيحضر لي فيها 2000 دافعين تذاكر. فكانوا يطلعوا على التلفزيون زي حواس كذاب، هجوم قبل المحاضره في لوس انجلوس وفي نيويورك. وجيت يوم 27 مايو محاضرتي في بلد اسمها سنسيناتي، قالوا دي 50 واحد اسود داخلي بيخوفوني، قالوا لي ممكن يعملوا حاجه. بعد المحاضره لقيت واحده ست منهم قامت قالت انت بتهاجمنا ليه؟ قلت لها ممكن تسمعيني؟ قلت لها نمره واحد ان تعالي شوفي، انتوا حكمتوا مصر في 500 قبل البلاد اللي هي مملكه كوش السوداء، ده نهايه العصر الفرعوني، مالكوش دعوه قبل كده نهائي بهذه الحضاره، تعالي بص الملك مصر بيضرب الاعداء بيختلف عنهم. اقتنعوا وسقفوا وقالوا لي بكره عيد ميلادك، وكل كلهم غنوا لي هابي بيرث داي. فاصبحت العمليه منتهيه دلوقتي، ما عادش حد بيتكلم. يعني هو بروباغندا مالهاش لازمه. افضل سفير لمصر وتشكيل محافظة على الاثار المصريه وتاريخ مصر. عايزه اقول لحضرتك سريعا على دراسه كان عملها دكتور احمد كمال باشا، قال ان 13,000 كلمه مصريه قديمه موجوده في اللغه او اللغه العربيه او في العاميات بتاعتنا، وان اسماء مدن بالجزيرة العربية زي الحجاز وخيبر وحاجات كتيرة جدا أصلها مصري. هو طبعا الكلام ده صح، لأن أولا أنت لو بصيتي لقواعد اللغة الكتابة الهيروغليفية أو قواعد اللغة المصرية القديمة بتلاقيها نفس القواعد بتاعة اللغة العبرية واللغة العربية. نمرة اتنين، بصي عندنا الله يرحمه الدكتور عبد العزيز صالح، ده من اساتذه الاثار العظام اللي يمكن ما نعرف محدش يعرفه، لكن كان من اهم عالم اثار مصري بنحييه في مؤلفاته. وانا من خلالكم بحيي ذكراه وبقول لكم كتب لنا في كتاب اسمه مصر القديمه كل اسماء المدن اللي لها اسماء مصريه. لكن انا ما شفتش الاسماء بالنسبه للمدن اللي موجوده في الجزيره العربيه او حاجه، ما شفتش انا اسماء لها اصل. كالعاده الحوار معك ممتع، وكالعاده انت موسوعه من المعلومات. انا نسيت الساعه اللي انتوا لطعتوني فيها. أنا بعد اللقاء الجميل بتاعكم، بص يعني انا ربنا يديك صحه ويديمها عليك دايما ان انت تبقى شخص قادر على ان احنا نستمتع بحكاياتك. شكرا. يعني موسوعه كبيره يعني. شكرا. ربنا يديك صحه. امتعتنا واسعدتنا وبنعتذر عن التاخير. الطريق كان معاك فاضي. سماح. ربنا سامح لك. فكان الطريق فاضي. عمري باجي هنا عارف شوفي انا باجي على طول الانتاج الاعلامي، بس عارف بالثانيه اقول لي انا قلت لك انا عارف بالثانيه هوصل. بس احنا والله لكن انا من جمالك وحلاوتك لينا مساحه عندك تغفر لنا. انت اللي جميل وحلو. ربنا يخليك يا دكتور زي. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نلتقي مع الفقره على النت. طيب.